نعم، حزب الله لا يبدو أنه راض عن نتائج تلك الانتخابات، ولا سيما أن هناك عمليات تزوير حدثت في مناطق سيطرته، كما يقول البعض. يعني لست متأكدا من هذه المعلومة، لكن كما ورد على وسائل إعلام لبنانية، عمليات تزوير شابت تلك الانتخابات في مناطق سيطرة ميليشيا حزب الله. السؤال هنا، حسن نصر الله اليوم إن لم يكن راضيا عن نتائج تلك الانتخابات، ما الذي سيحاول فعله اليوم أثناء التوجه إلى تشكيل حكومة كما تحدثت حضرتك منذ قليل، ربما التوجه نحو حلفاء جدد أو تحالفات جديدة؟ هل يمكن أن يعرقل اليوم الحزب تشكيل أي حكومة قادمة؟ هو دعنا نقول، نثبت قاعدة أولا حتى تكون الصورة واضحة أمام المتابع والمشاهد العربي. حزب الله في لبنان كحزب على مستوى المقاعد النيابية التي كان يشغلها لم يتراجع، لكنه كمسير إذا شئت أو كزعيم لتحالف سياسي عريض كان يحظى، هذا التحالف السياسي العريض أي مع حلفائه كان يحظى بحوالي أكثر من 65 نائب في المجلس النيابي الحالي الذي تنتهي ولايته غدا. خسر هذه الأكثرية، لم يعد يملك مع هذا التحالف الواسع لم يعد يملك الأكثرية التي كانت تؤهله لأن يفرض ما يريد في المجلس النيابي وبالتالي في الحكومة وفي السياسات العامة في البلد. اليوم تراجع عن هذا الموضوع، أما هو كحزب على مستوى النواب الذين كانوا يمثلونه أو الكتلة التي تعرف باسم كتلة الوفاء للمقاومة، فهي ما زالت تحتفظ بعدد الأفراد، وعلى مستوى الطائفة الشيعية في البلد بالتفاهم مع حليفه حركة أمل بزعامة رئيس المجلس النيابي هما قد فازا بكل المقاعد الشيعية، 27 مقعد شيعي مخصصة للطائفة الشيعية في لبنان فاز بها حزب الله وحركة أمل بالتحالف بينهما، توزعت المقاعد بينهما ربما بالتساوي. فإذا من هذه الزاوية هو لم يتراجع على مستوى التحالف العريض الذي يتزعمه. نعم.